رغم كل العراقيل والموانعات حققنا العديد من الخطوات الإيجابية في الأزمات الاقتصادية وهي أزمة عالمية، وسيتعافى العراق وتجاوز هذه الأزمة بعون الله، ونطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الاقتصاد العراقي. وحققنا خطوات إيجابية في ملاحقة الإرهاب وتقوية المنظومة الأمنية والعسكرية وآخر عمليات ضد ما يسمى بوالي العراق ووالي الجنوب. وحققنا خطوات إيجابية في مكافحة الفساد رغم كل الافتراءات والاتهامات الباطلة التي نالتها لجنة مكافحة الفساد، ولكننا سوف نستمر في محاربة هذا الداء. حققنا خطوات ممتازة على مستوى العلاقات الخارجية، وساهمنا بلغة الحوار من تحول العراق إلى حديقة خلفية للصراعات الإقليمية والدولية.